صباح الخير مستمعينا، يوم سعيد للجميع في عدد هذا اليوم من ضيف الصباح. أسعد فيه باستضافة معالي وزيرة التكوين والتعليم المهنيين السيدة هيام بن فريحة. سيدتي الوزيرة صباح الخير وشكرا لقبول دعوة القناة الإذاعية الأولى. العفو، صباح الخير لك والمستمعين جميعا، ونحن في هذه الظروف الخاصة جدا نتمنى إن شاء الله أن يرفع علينا ربي هذا البلاء ونكون يعني في شهر رمضان بخير وكلنا بصحة وعافية إن شاء الله يا ربي. أمين يا رب العالمين. مالي الوزيرة، الجزائر إذا تعيش ظرف صحي استثنائي مثلها مثل العالم، فرضته جائحة كورونا التي تعصف بالعالم. حقيقة نحن في هذه الدورة تعرضنا لوقف الكثير من الدروس في مختلف التخصصات، وهذا يمكن استدراكه بدون أي مشكل إن شاء الله بمجرد تحسن الظروف، خاصة في الجانب العملي. يبقى الجانب النظري، نحن الآن بصدد البدء في تقديم الدروس عن طريق مؤسسة التلفزيون العمومي، وعن أيضا عن طريق أرضيات مشتركة، وهذا وفق تقنيات حديثة يقدم من خلالها الأساتذة، يبدأون في تقديم الجانب النظري ثم الجانب العملي إن أمكن تحقيق ذلك، ولكن على فيما يخص بعض التخصصات فقط. يمكن نذكر لك الخمس تخصصات اللي رح نبدأ بها، اللي هي الصيانة الصناعية وميكانيك السيارات، وأيضا عندنا السياحة، كذلك تخصص التركيب الصحي والغاز والآلية والضبط. هذه رح نبدأ بهم إن شاء الله هذا الأسبوع إلى حين الاستمرار في تخصصات أخرى. ومن بالنسبة للتخصصات الأخرى يمكن إدراجها مستقبلا؟ أكيد، نحن الآن نعمل على تحقيق ذلك، وتعرفي العملية ليست بالسهلة، يجب هناك استدعاء الأساتذة وتحضير الدروس وفق هذه الآليات، وإن شاء الله رانا نمشي فيها بشكل جيد. بالنسبة للشهادات التي تمنح للمتربصين وامتحانات نهاية السنة، هل من رسالة ربما تطمينية للمتربصين؟ تعرفي الآن ما نريد أن نطمئن عليه هو صحة كل مواطن جزائري وكل فرد فينا، كل أبنائنا المتربصين. بعد ذلك سيكون هناك اتخاذ قرارات وفق الظروف. الآن ما نقدرش نقدم لك أي يعني معلومات، ولكن الآن خلينا نلتزم بالحجر ونلتزم بالتعليمات، وبعدها إن شاء الله يكون الخير، وما كان حتى مشكل، سيكون هناك قرارات عقلانية وموضوعية. سيدة الوزيرة، من بين التخصصات الهامة التي ذكرتها الآن هي تخصص الصناعة، الصيانة الصناعية، هو تخصص هام وهام جدا، له علاقات متشعبة مع جميع القطاعات، وهو يوفر ربما خدمات جليلة لكل القطاعات الإنتاج. نحن الآن في ظرف صحي دقيق، الأجهزة الطبية دقيقة، وتعرف من كثرة الضغط وكثرة الاستعمال ربما تتعرض لبعض الأعطاب والتي تستوجب الصيانة. هل يمكن الآن الاستفادة من الخبرات والمهارات التي يتوفر عليها قطاع التكوين المهني في المجال الصحي؟ نعم، أكيد قطاع التكوين والتعليم المهنيين يسخر بالكثير من المهارات والخبرات، من بينها تبرز اليوم الحاجة الملحة إلى إخواننا في المعهد الوطني المتخصص بصيانة وإصلاح الأجهزة الطبية. هو معهد وطني موجود في ولاية المدية، وقد كان لي شرف زيارته وسعدت كثيرا بالمستوى العالي الموجود فيه. هذا المعهد يقوم الآن بالتعاون مع مديريات الصحة الولائية بإصلاح كافة الأجهزة التي ترسل إليه من مختلف الولايات. ولماذا؟ لأنه لديه الإمكانيات والإطارات القادرة على هذا النوع من العمل، وجزاهم الله عنا خيرا. لماذا؟ لأن كما تفضلتي الآن الوقت صعب، ونحن لا نريد لأي جهاز أن يبقى خارج الخدمة، وهذا هو المطلوب. كل قطاع يساهم بما يستطيع، وقطاعنا دون شك لن يتأخر في مد يد العون للشعب الجزائري. هل هناك أجهزة معينة محددة يتم صيانتها، أم كل الأجهزة الطبية بإمكان صيانتها على مستوى المراكز؟
على مستوى المراكز نعم يمكن صناعة يعني كما نقولوا تصليح مختلف الأجهزة، ولكن اليوم ما هو مستعجل هي الأجهزة التنفس. نعم هي أجهزة التنفس والعناية المركزة، وهذه هي اللي التي ترسل وما كاين يعني أي تردد في إصلاحها إن شاء الله. هناك طلبات وصلت أيضا إلى المراكز الآن عمليا؟ نعم كما قلت لك بتعاون مع مديريات الصحة الولائية. من بين الجوانب الإيجابية سيدة الوزيرة لجائحة كورونا هو التلاحم والتضامن والإبداع والابتكار الذي ظهر عند المجتمع الجزائري. لاحظنا انخراط وتجنب جندد واسع لجميع القطاعات، من بينها قطاع التكوين والتعليم المهنيين. مراكز التكوين والتعليم المهنيين أخذت على عاتقها صناعة الكمامات بطريقة كبيرة جدا من مختلف مراكز الوطن. أيضا البدلات الواقية، ما هو حجم هذه المساهمة التي أسهم بها القطاع؟ نعم كما تفضلتي، منذ الأسابيع الأولى لظهور هذا الوباء وبروز الحاجة إلى الأقنعة الواقية والألبسة، كانت مبادرات من الأساتذة والمختصين في مختلف مؤسسات التكوين من أجل خياطة وتقديم هذه الأقنعة والألبسة وفق معايير صحية وعلمية مطلوبة. الآن العدد إلى غاية الأسبوع الماضي كان ما يقارب 300,000 قناع واقي وأكثر من 3,000 بدلة واقية. المساهمة أو الخامات الخاصة بهذه الأقنعة ترد إلينا من العديد من المساهمين من المجتمع المدني، من الولايات، وحتى من المراكز هم بأنفسهم يقومون بشراء هذه الخامات وخياطتها. ما نخفيش عليك هناك من المراكز من ينظموا أنفسهم على أساس يعملون طوال اليوم، هناك من يبقون في المراكز في الليل حتى خاصة الزملاء الأساتذة والمختصين من الرجال يبقوا في فترات ليلية، والأستاذات هم يعملوا بدون توقف حتى الأسبوع الماضي كانوا يعملوا حتى الساعة 7 مساء. وهنا أريد أن أغتنم هذه الفرصة من أجل تثمين هذا الجهد الكبير. العملية بصفة تطوعية؟ نعم هي عملية تطوعية، هي حرص من الزملاء والزميلات بمبادرة منهم، وهذا يحتاج إلى جهد كبير حقيقة. أشكرهم جزيل الشكر، ولا يسعني سوى القول جزاهم الله عنا كل خير، وزاد الله ذلك في ميزان حسناتهم، وهم أكيد يشرفون أسرة التكوين والتعليم المهنيين ويقدمون صورة جميلة لقدرة القطاع على دعم جهود الدولة من أجل مكافحة هذا الوباء. لو نتحدث عن مواصفات سيدتي الوزيرة، المواصفات التي يتم اعتمادها في صناعة سواء الكمامات أم الأجهزة الوقائية، هي تحتاج إلى نوع من المعايير، هل هي محترمة أو تؤخذ بعين الاعتبار؟ أكيد هذا شرط ضروري من أجل إنجازها. أولا سواء فيما يخص طبيعة هذه الأقنعة المقدمة، ضروري جدا أنها تكون وفق المعايير الصحية المطلوبة، وكذلك الألبسة. وأنا في زيارتي لولاية بومرداس الأخيرة حرصت أننا طلبت منهم وبكل حرص أن يهتموا بسلامتهم الشخصية أيضا، لأنها مهم جدا، التباعد في العمل وأيضا لبس الأقنعة لهم شخصيا وتعقيم هذه الأقنعة والألبسة، وهو يتم وفق المعايير أؤكد لك، لأنهم أيضا حريصين على سلامة إخوانهم في مختلف القطاعات التي تستفيد من هذه الألبسة. بالنسبة لمختلف هذه التجهيزات والتي يتم صناعتها على مستوى مراكز التكوين المهني، كيف يتم التعاون معها، كيف يتم إيصالها إلى مستحقيها؟
في الحقيقة أردنا أن يكون تكون هناك جهة واحدة فقط مؤهلة لاستعمال هذه الأقنعة والألبسة، وأكيد أن الولاية على مستوى ولاية الوطن هي الأكثر على معرفة أولويات الاحتياجات القطاعية. على هذا الأساس تتكفل المديريات الولائية الصحية بجمع كل ما ينتج من مختلف المراكز في الولاية، وبالتالي توزيعها لمختلف المحتاجين، سواء في إخواننا الأطباء والممرضين جزاهم الله عنا خيرا وبارك الله فيهم على الجهد الكبير، وهم الجنود في الصفوف الأمامية كما سماهم السيد الرئيس الجمهورية والسيد الوزير الأول، وأيضا إخواننا في قطاع الخدمات، مختلف قطاعات الخدمات، سواء من عمال البلديات نحييهم ونشكر جهدهم جزيل الشكر، كذلك عمال البريد والأمن الوطني ومختلف القطاعات. بالنسبة في هذه الظروف الاستثنائية هناك عديد من الابتكارات والإسهامات لشباب مبدعين. البحث العلمي هو ضروري في هذه الفترة بالذات، الباحثين هم يحتاجون ربما إلى فضاءات لتطوير منتوجاتهم، هل هناك تنسيق بينكم وبين وزارة التعليم العالي خاصة مديرية البحث العلمي لتمكين هؤلاء المبدعين من تجسيد ابتكاراتهم؟ دون شك نحن بداية نعرف بأننا حكومة تضامنية، فما أدراك اليوم في هذه الظروف الخاصة التعاون مطلوب بين كل القطاعات. في هذا الجانب اللي هو التطوير التكنولوجي والعلمي، هناك بعض المبادرات قام بها شباب وشفناهم في الجامعات، وهذا شيء مشرف للشاب الجزائري للطالب الجزائري، مثل صناعة الأقنعة الواقية البلاستيكية الواقية. هذه هناك مبادرة من أجل صناعة البلاستيك الخاص بها، بعض المؤسسات تقوم بها، وكذلك في الأسبوع الماضي كانت مبادرة من أجل صناعة المادة الخاصة بالتعقيم اللي هي الجل تاع التعقيم، وهي موجودة في بعض المراكز لأن عندنا من التقنيين والمختصين اللي ما عندهم أي يعني تردد في المساهمة في ذلك. أذكر فقط مستمعينا الكرام أنه تحضر معنا معالي وزيرة التكوين والتعليم المهنيين السيدة هيام بن فريحة. سيدتي الوزيرة، خبراء الصحة، رئيس الجمهورية، كل المسؤولين يشددون على ضرورة اتباع الإرشادات الطبية الوقائية، هل هناك ربما مخطط استعجالي اتخذتموه على مستواكم لتعقيم مراكز التكوين المهني وحماية العمال القطاع؟ دون شك حماية العمال وحماية المتربصين هو شيء مهم جدا، والآن هناك عملية تعقيم لكافة المؤسسات بمساعدة الهيئات الوصية في الولايات، وانا قاعدة نشوف يعني في على مواقع التواصل هناك مبادرات جد متميزة، وخاصة انا شفت قطاعات اخرى مشاركة مثل الجمعيات المجتمع المدني، وكذلك قطاع الغابات يساهم معنا، البلديات كما سبقت. هذه الجانحة كما تفضلتي اكدت على روح التضامن الموجودة. بالنسبة ربما ما كنتش أعطيتك بعض الأرقام هنا فيما يخص التسخير المؤسسات التكوينية، نقدر نقول لك أن تقريبا أكثر من 40 ولاية، مؤسسات في أكثر من 40 ولاية تقوم هي الآن بتقديم هذه العملية نتاع الخياطة، وتستقبل الكثير من الطلبات، وهي تستجيب بشكل جد مباشر. بالنسبة لقواعد الحجر الصحي، هي تفرض أيضا تجند لجميع القطاعات، لاحظنا تجند عديد القطاعات ربما لتوفير المراكز الضرورية لإيواء والتكفل بالمتضررين من هذا الفيروس، نسأل لهم جميعا العافية، هل هناك على مستواكم إجراءات من هذا النوع؟
طبعا احنا بمجرد ما يطلب منا تخصيص مراكز من اجل التكفل بابناء الوطن من اجل الحجر الصحي هناك. هل تم تهيئه مراكز خاصه؟ نعم، عندنا تسخير 17 مؤسسه تكوينيه وربما اكثر للحجر الصحي على مستوى 9 ولايات وخاصه الولايات الحدوديه، ومع ان اي مشكل في استقبالهم المراكز موجوده وهي مؤهله و يعني تتوفر على كل الشروط المطلوبة من أجل يعني تسخير الظروف الجيدة للصحية والاجتماعية الجيدة لاستقبالهم. بالنسبة للأساتذة الآن، قرار رئيس الجمهورية أنه الجميع في فترة حجر صحي هم في عطلة استثنائية، لاحظنا أنه القطاع انخرط بعض من منتسبيه بصفة تطوعية مثل ما تفضلت منذ قليل معالي الوزيرة، هل هناك عدد محدد لعدد الأساتذة المنخرطين في هذه العملية التضامنية؟ نعم، كما قلت وأؤكد أن العملية هي عملية تطوعية، الأساتذة بإرادتهم يريدون المساهمة، ومعهم أيضا مش غير أساتذة، كاين حتى تقنيين، كاين متربصين، كل من يريد المساهمة هذه فرصة له من أجل أن يقدم شيء للشعب الجزائري وللجزائر. وإذا حبيتي نعطيك تقريبا العدد بالضبط، رانا أكثر من 870 أستاذ ومكون اللي مشاركين بشكل مباشر في العملية، وهذا شيء يشرف للقطاع ويشرف لأبناء الجزائر دائما. هذه المنحة سيتم الإبقاء عليها، ويستطيعون في نفس الوقت الاستفادة من التكوين كما كانوا في السابق. هي بشرى، إذا صار نزفها إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، أنه بإمكانهم الآن التوجه إلى مراكز التكوين المهني لاستفادة من التخصصات والتكوين اللازم دون أن يحرمهم ذلك من حقهم في منحة التضامن. بالنسبة لهذه المنحة سيد الوزيرة، إذن هي بشرى سارة لذوي الاحتياجات الخاصة أن هناك قرار الآن صدر أو سيصدر قريبا خاص بهذه الفئة في ذوي الاحتياجات الخاصة، يمكنهم من الحصول على التربص اللازم وفقا لهواياتهم على مستوى مراكز التكوين دون أن يحرمهم من حقهم في المنحة التي تكفلها لهم الدولة. نعم، أؤكد لك أن هذا القرار صدر، وإن شاء الله بمجرد عودتهم للدراسة والمعاهد تحم سيتمكنون بدون شك من الحصول على المنحة اللي كانت كما كانت في السابق اللي هي 10,000 دينار، وفي نفس الوقت يستفيدون من التربص. سيدتي الوزيرة، أذكر مستمعينا الكرام أنه تحضر معنا دائما معالي وزيرة التكوين والتعليم المهنيين السيدة هويام بن فريحة. معالي الوزيرة، بعيدا عن كورونا، هناك فئة في المجتمع، فئة هامة وشريحة هامة من المجتمع، ولكن تعاني في صمت رغم الإجراءات الكثيرة المتخذة لفائدتها، فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي هي الآن محرومة نوعا ما من مراكز التكوين المهني، ليس بسبب ربما وضعها الصحي، ولكن بسبب خوفها من فقدان المنحة التي تستفيد منها من قبل الدولة. هل هناك ربما إجراءات خاصة لفائدة هذه الفئة حتى تتمكن من الحصول على التربص الذي يؤهلها ربما إلى الولوج وداخل المجتمع؟ نعم، في الحقيقة أنا أثناء زيارتي الفجائية لمركز التكوين المتخصص في القبة وجدت أن ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي الحقيقة أستاذة هي اللي قدمت لي هذا الانشغال وأنا أشكرها وأحييها بهذه المناسبة، طرحت لي انشغالات هذه الفئة، وكانت في ذلك الوقت تتمثل في مشكلتين. الأولى أنه كان المتربصين بمجرد دخولهم في التربص ولا التكوين في المركز وعلى المستوى الوطني كانت توقف العمل ببطاقات الشفاء. لماذا؟ لأن كان عندهم التغطية الصحية على المستوى المعاهد، وهذا كان مشكل. والحقيقة اتصلنا
السيد وزير العمل والضمان الاجتماعي، وكانت استجابته فورية أنه أمر بإعادة العمل بكل بطاقات الشفاء الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة اللي تكونوا عنا وعلى المستوى الوطني. وهذا يعني شيء نشكره عليه. أيضا كان هناك مشكل أن ذوي الاحتياجات الخاصة لما يجوا يتكونوا في المعهد، المعهد التكوين، كان يحصلوا على شبه الراتب، وبالتالي القانون كما تعرفون يمنع ازدواجية الحصول على شبه راتب، والمنحة تكيف آنذاك باعتبارها شبه راتب، وهي بعد خاصة بعد الزيادة في نسبتها اللي بلغت 10,000 دينار. هذا كان يجعل الكثير من الأولياء يفضلون الإبقاء على المنحة دون يعني لأنه كان تقريبا متقاربة 3,000 دينار 4,000 دينار. نعم، ولكن بعد الزيادة في يعني مقدار المنحة وبلوغها الآن 10,000 دينار، أكيد الأولياء يفضلون الإبقاء على منحة هذه المنحة. كما نعرف تقدمها وزارة التضامن الوطني وهي مقدرة ب10,000 دينار، فكانوا يفضلون الإبقاء عليها دون إفساح المجال لأبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وإعطائهم فرصة للتكوين. الآن السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والسيد الوزير الأول قدموا لنا يعني قرار جد إيجابي أن ونثمنوه ونشكروه على ذلك، أن يجعل المنحة تاع وزارة التضامن تبقى ولا توقف حين يعني تسجيل الطلبة المتربصين في التربص، وأكيد هذا أفضل من شبه الراتب. إذن هي بشرى سارة لهذه الفئة، فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، أنه الآن التوجه الانتساب إلى مراكز التكوين المهني لن يفقدهم أي حق من الحقوق التي تكفلها لهم الدولة، سواء بالنسبة للمنحة الجزافية التي يتقاضونها عن من طرف وزارة التضامن الوطني، وأيضا حتى بالنسبة لبطاقة الضمان الاجتماعي، بطاقة الشفاء، هم يستفيدون من كل المزايا. نعم، أؤكد لك أن إن شاء هذا الله القرار ساري مفعول. نعم، مفروض بطاقات الشفاء على المستوى الوطني لا تجمد ويبقى ساري العمل بها كما كان قبل التسجيل، وكذلك بالنسبة للمنحة تبقى منحة 10,000 دينار مقررة كما كانت، ولا يحتسب الشبه الراتب، وهذا هو الأفضل للمتربصين. وهو بذلك نتوقع انخراط نسبة كبيرة من هذه الفئة في مراكز التكوين المهني مستقبلا إن شاء الله. أكيد هذا يدفعهم إلى العودة مجددا إلى مراكز التكوين والانخراط في التكوين، ليسمح لهم بالحصول على فرص عمل وتأهيل وفق اختياراتهم وفق مؤهلاتهم. شكرا لك معالي الوزير على هذه البشرى السارة لهذه الفئة الهامة والحساسة من المجتمع. لم يبقى لي الآن إلا أقول أنه البقايا الآن معالي الوزيرة في زمن كورونا الذي أرعب العالم، هي الوقاية الآن هي العلاج، رغم كل الدولة لم تبخل بأي شيء، وفرت كل الجهود وتجندت كل القطاعات لمحاربة هذا الوباء، وتم توفير كل الوسائل الضرورية، ولكن الحرص ويبقى هو الوعي، وعي الإنسان، الوعي المجتمعي بضرورة التقيد بالسلامة الصحية والشروط الوقائية لحماية الأنفس وحماية العائلة والمحيط، حتى لا نسمح لكورونا أن يفقدنا أحباءنا. إن شاء الله بحول الله لن نفتقد أي من أفراد الشعب الجزائري والمواطنين تاعنا. كل ما نطلبه منهم وبإلحاح الالتزام بقواعد الحجر، الالتزام بقواعد السلامة، البقاء في منازلهم، إذا خرج يخرج واحد فقط، شخص واحد، ومشي بالضرورة كل يوم يخرج مرة في الأسبوع من أجل شراء والمقتنيات الأساسية فقط. هي فترة وتفوت،
كل الدول العالم تعيش نفس الأزمة، هذا وباء وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يجب أن نستغل هذه الفرصة للبقاء في منازلنا، نعيد الكثير من الأشياء الجميلة اللي كنا نعرفه أن كنا نديرها في بيوتنا، الجلسات العائلية، ذكر الله، القرآن، العمل، التلاميذ بإمكانهم مراجعة دروسهم، هناك الكثير من الأشياء اللي نقدر نديرها في بيوتنا. الالتزام بالبيوت هو ليس شيء سلبي، ولكن بالعكس قد يفيدنا مراجعة النفس، وهذا هو الحل الوحيد، هي فرصة تجديد علاقاتنا مع بعضنا، مع تجديد علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك، هذا ما أود أن أقوله، وهذا هو الحل الأمثل. كل المجتمعات تعرف الآن أن الحل الأمثل هو البقاء في البيت، كل ما بقينا في البيوت تقصر فترة الوباء. هذه هي معادلة بسيطة جدا يجب التأكد من صحتها. كل ما بقينا في بيوتنا التزمنا بالبقاء في البيوت، هذا يقصر علينا الفترة. إن شاء الله لما لا يأتي رمضان وقد تجاوزنا هذه المرحلة ونخفف منها إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله السلامة. أولا هنا حابة فقط إذا سمحتي لي زميلتي أننا أتقدم بالتعازي الخالصة لمن توفاهم الله، من اختارهم إلى جواره، رحمة الله عليهم جميعا وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وكذلك رجائي بالشفاء التام لكل المرضى، وإن شاء الله يا ربي نتجاوز هذه المرحلة، نتجاوز هذا الوباء ونحن أقوى ونحن أقدر. وبارك الله فيك. بارك فيك، بارك معالي الوزيرة. أنا على يقين أن كلمتك الطيبة هذه ستذهب مباشرة إلى قلوب الجزائريين الطيبين وستلقى الأذان الصاغية. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وقد ارتفع عنا هذا الوباء. التزموا مستمعينا الكرام بمعايير الصحة، نحن ملتزمين هنا بالواقية الصحية، ليس كذلك مع الوزيرة؟ نعم، أنا في المكتب ما التزمش، ولكن تأكدي بمجرد خروجي راني ولولا الضرورة لما كنت في البيت. نعم، ونزيدك معلومة أننا أتشرف بأنني نحط الواقية اللي قدموها لي إخواني في القطاع، هذا شيء باش نشرفهم فقط، ويشرفني أنا أننا نلتزم بها، ونشكرهم على جهدهم مرة أخرى، ونقولهم بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير عنا. شكرا جزيلا معالي الوزيرة، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين سيدة هيام بن فريحة، على كل هذه التوضيحات وسعة الصدر. شكرا جزيلا. العفو، مرحبا في كل وقت. شكرا لك.